إذا قمنا بالبحث عن مؤسسة تضمن النجاح والاستمرارية في جودة الإنتاج وعن مبدأ الصدق في الخدمة باستخدام أحدث التقنيات واستعمال المواد الخام عالية الجودة مع مليون إنتاج سنوي، يمكننا العثور على ماركة موبيا المرتبطة بشركة ألتون بيرو. منذ نشأة ألتون بيرو في عام 1993 وبمساحتها الداخلية 12,000 متر مربع ومساحتها الخارجية 15,000 متر مربع وبمئة موظف من ذوي الخبرة، تقوم بإنتاج الكراسي المكتبية الموافقة للمعايير العالمية التي يحتاجها القطاع التجاري. تنتج ألتون بيرو المنتجات من خلال إرضاء العملاء في جميع القطاعات من المؤسسات الرسمية والمجالات المكتبية وقاعات المؤتمرات والمسارح والمدارس والمستشفيات. مع الوعي بالاتجاه العالمي والانفتاح على السوق العالمية، نفتخر بقدرتنا على تقديم الخدمات في تركيا وكافة أنحاء العالم من خلال تقديم المنتج أو الخدمة المناسبة لعملائنا الكرام في الوقت المناسب وبالسعر المناسب. وهذا يعني أن جودة منتجاتنا لا تكون مصادفة، ولكن دائما نتيجة جهد مدروس بذكاء. يتم تقسيم المعلومات والقدرات بشكل كامل بطريقة متكاملة مع موظفين من ذوي الخبرة العالية والكراسي المكتبية التي نقوم بإنتاجها مرتبطة في التصنيع مع إنتاج البلاستيك والمعادن وقوالب الفوم. ألتون بيرو تقوم بوضع التطوير والبحث في المقدمة من خلال تتبع التقنيات الموجودة في العالم عن كثب، ولأننا مدركين أن الجودة تحتاج التنبؤ وملاحقة التطور المستمر. الأجزاء المنتجة مصنوعة من القوالب المخصصة للمقاعد والكراسي في قسم البلاستيك وقسم الفوم وقسم الحديد، ويتم إنتاج الكراسي المكتبية والمساند باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا. يحتوي البوليوريثين الذي نستخدمه في مقاعدنا على تصميمات مريحة تلائم جميع عملائنا، ويتم تشكيله عن طريق الصب في القوالب الموجودة عندنا. يتم اختبار جميع المكونات المنتجة في المصنع بواسطة آلات اختبار، ونحن نهدف إلى تقديم الخدمة دون أي خطأ. بسبب قدرة ألتون بيرو على تحقيق الاستقرار في سوق الماركات التجارية العالمية، بالتأكيد ستستمر في البقاء كمثال يحتذى به منافسيها في تركيا. نحن نؤمن أن تحقيق النجاح يجب أن يبدأ بالاجتماع والمشاركة، لذلك دعونا نجتمع، دعونا نشارك. موبيا صديق راحتك.